مهرجان العالمين الجديد هيشهد يوم الجمعة المقبل حدث رياضي جديد هيجمع ما بين محبي كرة القدم ومحترفي المهارات. مهرجان العالمين أعلن عن تنظيم بطولة مثيرة 1 ضد 1 في مهارات كرة القدم، وده على ملعب سكور جراس في العالمين. البطولة دي بتعتبر إضافة مميزة لفعاليات مهرجان العالمين الجديدة، لأنها تساهم في تنشيط الحركة الرياضية وتشجع الشباب على ممارسة الرياضة، ده بالإضافة لأنها فرصة ممتعة علشان الناس تقضي وقت ممتع مع أصدقائها ومع العيلة. البطولة هيكون فيها مواجهات فردية مثيرة بين اللاعبين اللي هيتنافسوا على إظهار مهاراتهم العالية في التحكم في الكورة والمراوغة والتسديد. إدارة المهرجان دعت كل محبي كرة القدم للمشاركة في البطولة وحضورها وتشجيع اللاعبين المشاركين، والبطولة هتكون فرصة ممتازة لاكتشاف المواهب الشابة في مجال كرة القدم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم.